نكون معكم في زيارة تفقدية، نسلم عليكم بعد حضوركم من دارفور، من الصحراء إلى الخرطوم. ولا بد لي في هذا المقام أن أحيي كل الشهداء بدون تمييز، وكذلك النازحين واللاجئين. إحنا اليوم برضو نشكر أخواننا في ولاية الخرطوم لهذه المبادرة الكريمة، أن قاموا بهذه المبادرة، فأن نقدم هذا الدعم الاجتماعي وهذا التلاحم الكبير جدا. إحنا يوم مهم ويوم تاريخي للحركة، حركة العدل والمساواة السودانية، لأنه إحنا عندنا عشق مع الخرطوم، عندنا محبة خاصة مع الخرطوم. كما تعلمون أول حركة دخلت الخرطوم حربا، والآن دخلنا سلما. لذلك والكويس كمان الناس اللي دخلوا الخرطوم كلهم قاعدين الحمد لله، إلا من استشهد، لكن كلهم قاعدين الموجودين الحمد لله، كل القادة موجودين. واليوم تحقق أن رغبة وهدف الشهيد البطل دكتور خليل إبراهيم محمد، أنه إحنا نكون جزء أساسي من السلطة القائمة في البلاد. إحنا اليوم ده يوم عظيم حقيقة. أنتوا جيتوا الخرطوم عشان إحنا درست الرسائل المهمة، أنه جينا صحيح مع السلام لتنفيذ الترتيبات الأمنية، لكن هذه القوات وجودها في الخرطوم طبعا إشارة مهمة جدا بأننا عندنا رغبة سياسية ورغبة أكيدة أنه إحنا ماضيين في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وكذلك عندنا إرادة سياسية. وجيشنا بمختلف الرتب كلهم من الجنود لغاية آخر فريق هو فاهم دوره وفاهم أهمية هذه المرحلة. والحركة دي حركة عدل المساواة حركة قومية. أنتوا اليوم يا أخواننا جيتوا الخرطوم شايفين أنتوا بعينكم، الآن الناس هناك بيتكلموا، أنتوا تقولوا في دارفور. الآن أنتوا جيتوا هنا معاكم أخونا أمين ولاية الخرطوم، ما تعرفوه، الآن هو مسؤول الخرطوم هنا في الحركة، وجاكم الآن زيارة. وده بأكد أنه إحنا كحركة منتشرين في كل ولايات السودان المختلفة بنفس الطريقة. ودينا جيش برضه هناك في البحر الأحمر، تيجي تلقوا أمين البحر الأحمر موجود معاكم هناك بالمواطنين وبأجهزته. ده بأكد أنه إحنا مشروعنا ده مشروع كبير جدا ومشروع مهم جدا. لازم تبقوا واعيين أنه أنتوا تكونوا جيش المستقبل وحامين الوطن وحامين البلد ده بإذن الله تعالى.